صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ تكون مفاجئ يا جماعه، انا النهارده رايحه الفيوم. I'm so freaking excited، عندي رحله للفيوم، فبصراحه اول مره اروحها مش عارفه هتبقى حلوه ولا لا، بس هنجرب اهو. وبس انا طبعا متاخره جدا جدا، بس لبست وحطيت ميك اب وجهزت الشنطه، وتعالى اوريكم حطيت فيها ايه. حطيت هنا شويه حاجات كده تخصني شويه حاجه حلوه كده، وميه وساندوتشات تحت، وكمان هنا بقى حطيت علبه فيها ميك اب، وكمان الشاحن بتاعي والنضاره بتاعتي والمحفظه وبودي سبلاش. وهنا بقى اهم حاجه، وهو الكريم بتاعي ومناديل وبلاستر ومطهر للعينين، وده ايه ده؟ اه ده سانيتايزر اللي هو معقم، وده كحول، ودي المشابك اللي بنقفل بيها كيس الشيبسي عشان لو ما تاكلتش كلها. وهنا بقى ادويتي بلس مسكن وانتينال مطهر وحاجات ايه. احنا دلوقتي هنروح نركب فلوكة انا وصحابي، و اي هوب تطلع حلوة يعني ان شاء الله، والجو جميل جدا الحمد لله. هو يسيبنا نجرب البتاعة دي ولا مش عارف؟ بصوا يا جماعة، اشتريت الميدالية دي كسوفونير لأختي، وجبت هنا برضو شوية فناجين وكنكة وفخار لمامي ودادي.
هنتسلقها ونشوف. قولي باي يا تسميه. طبعا طلعت بارت بس من الجبل, مطلعتوش كله, بس يعني بصراحة فيو خطير. حسني هدلق سيكا بس بالله مش شايلة هم النزول. مفيش عربيه باليوم. كان في حاجه عربيه اسمها حاجه التيما كده. لا لا يوم بتصب بليه دي اللي بيقول لي.